بك يا محمد. لا شيء يا مولاي، رأيتك تكلم أبا أيوب فلم أشأ التطفل. ما الذي يضحك أمير المؤمنين؟ بل لك الحق، كل الحق، لأن تسمع كل ما يجري هناك في هذا المجلس. أنت ولي العهد يا محمد. وعمي عيسى؟ ليس له من الأمر شيء، وإن أردنا أن نكرمه يا بني نجعله بعدك. هذا كتاب توليتك الأندلس يا علاء، وعليه ختم أمير المؤمنين. لا أريد أن أرحل وحيدا. بل ترحل وتدعو سرا لأمير المؤمنين أبي جعفر المنصور الهاشمي من آل محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وإذا صار يتبعك الرجال أرسلنا لك قوة عظيمة كي تظفر بعبد الرحمن الداخل. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. ردوهم، اخمدوا سيوفكم في صدورهم. يا اهل خراسان، يا اهل خراسان، يا جند خراسان، يا اهل خراسان، ها هو امامنا الجليل ابراهيم بن عبد الله المحض جاء ليتسلم منكم الامانة لاخيه محمد بن عبد الله امير المؤمنين. هذا ليس ابراهيم، انه يخدعكم. هلموا، هلموا لبيعة الإمام، هلموا لبيعة الإمام، هلموا لبيعة حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا القائد خازم التميمي، قتلته لأنه كاذب، فهو ليس إبراهيم ابن عبد الله، فأنا أعرف الرجل كما تعرفوني. انظروا، انظروا إلى أنفسكم، أهل خراسان يقاتلون أهل خراسان، وذلك المرتد عن دين الله يراقبكم وأنتم تقتلون أهلكم. انظروا من يعاونه على قتلكم، أليس هذا الدجال الذي يدعي بأنه إله ويخدع الناس بماء الزئبق في تلك البئر المهجورة وألواح المرايا التي مع جواريه؟ أما هذا فأقسم لكم بالله العلي العظيم إنه رأس محمد ابن عبد الله، إن كنتم تصدقون. اقبضوا على ذلك الكافر المرتد ولا تقتلوه، فأمير المؤمنين الهاشمي ابن عم رسول الله يريده حيا. اقبضوا عليه. يا أيها الناس، قد جمعناكم للقتال وأخذنا عليكم المناقب، وإن هذا العدو منكم قريب، وإنه في عدد كثير كما ترون، والنصر من الله والأمر بيده، وإنه قد بدا لي أن آذن لكم وأفرج عنكم المناقب، فمن أحب أن يقيم أقام، ومن أحب أن يعود عاد. يا أمير المؤمنين، أرى أنك ترى الهزيمة كما أراه، فلم يصمد معنا سوى جهينة وبني شجاع وجيش العباسيين
يناهز 50,000. فما ترى؟ خذ أهلك وانجو بنفسك قبل أن ينقض علينا جيش الخلافة ويفتك بك ويفتك بنا. لا والله، لا أترك مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. أبشر يا مولاي، فقد انطلت عليهم الحيلة وظنوا جيوشا جرارة تقف وراء تلك المشاعل ولاذوا بالانسحاب والفرار. وكم بقي منهم مع محمد بن عبد الله؟ بعض من الرجال. كنت أتمنى أن يطول الليل ولا يبقى منهم أحدا، ولكن الفجر قد لاح. جهزوا الجيوش لضربة قوية. أمر مولاي. هيا. أين أبي يا أمي؟ أرسلوا به الأمصار يا عيسى وأعرضوه في الأسواق كي تنتهي أطراف أحلام كل من يظنه شق بسطاع وإثارة الفتن. سلمت هناك يا عيسى؟ معنا إلى جندي من جند أمير المؤمنين. ما رأيك يا عثمان؟ الجند الخراساني يظهرون الشكوى والتذمر ويخلقون الهرج في أسواق الكوفة والبصرة. بسبب قتل محمد؟ نعم يا أمير المؤمنين. لا عليك يا بنيك، لا عليك.
سأخطب بهم غدا بعد الصلاة. ثمة أمر آخر يا مولاي. الإمام مالك، اتري به في الحال. أسرع. أمر مولاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام. وعلى العالم الفقيه السلام والرحمة. أهلا بك يا مالك. والله الذي لا إله إلا هو، ما أمرت بالذي كان من سجنك ولا علمت. أستريح. أستريح. لا عليك يا أمير المؤمنين، لا عليك. إنه لا يزال أهل المدينة بخير ما دمت بين ظهرانيهم يا مالك، وإني أخالك أمانا لهم من عذاب، فلقد رفع الله بك عنهم سطوة العذاب لأنهم أسرع الناس إلى الفتن، أليس كذلك؟ قل لي يا ملك، من هو أفضل الناس بعد الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام؟ أبو بكر وعمر يا مولاي. ها قد قلت القول الفصل يا ملك وأصبت، فهذا رأي أمير المؤمنين أيضا. اسمع يا ملك، إن ربك ريب إن أحد عمالنا على مكة أو المدينة أو أي من عمالنا على الحجاز، فاكتب لنا بذلك حتى ننزل بهم ما يستحقون. سمعت أنك تجمع صحاح الحديث النبوي الشريف في كتاب أسميته الموطأ، هل هذا صحيح؟ صحيح يا مولاي، ولكني لم أنتهي منه بعد. أرجوك أن تفعل يا مالك. افعل ذلك، افعل ذلك كي ننسخه ونبعث به إلى الأمصار كي ما تعم الفائدة للجميع. أتعدني؟ المقنع المسخ الذي يدعي أنه إله والعياذ بالله. نعم يا أمير المؤمنين، هو ذاك. وهذا سبب الفتنة يا مولاي، عبد الرحمن ابن عبد الجبار، الفتى الذي اعترض ضرب الفتاة العباسية. أسلموه لسلمى العباسية وأعطوها سيفا. اخرس. هكذا يا أسليل، هكذا يرد الجميل؟ قد رفعتك من غياهب الجند ثم زدت في رفعتك،
حتى أصبحت صاحب شرطتي وأمين سري ومن أقرب المقربين الصادقين المخلصين، ثم زدت في رفعتك وجعلتك واليا. ثم صممت أذني عن كل ما فعلت، وأصبحت تصول وتجول في خراسان تبطش بسيفي وتقول وتأمر بلساني. في نهاية المطاف تفتك بأهلي وعمومتي. مولاي، تفتك بالعباسيين قطلة شريفة يا أمير المؤمنين. خذوه واقتلوه واصلبوه على أبواب الكوفة. ترتجف خوفا؟ هل سبق أن شاهدتم إلها يرتجف خوفا؟ فلن تحذرني نورك الذي يحرق من يشاهد وجهك. الرحمة، قطعك الله، اقطعوا رأسه في الحال. البصرة تشتعل غضبا يا أمير المؤمنين، وذهابك فيه خطر على حياتك. ابقى هنا ودعني أذهب أنا. الأعمار بيد الله، أنا أدرى الناس بالجند الخراساني وأعرف كيف أطفئ على قلوبهم. إذن أذهب معك. فلتبقى هنا، الأمر لا يحتاج لك إلينا. استودعك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر إن الأرض يرثها عبادي الصالحون. الحمد لله الذي أفلح الحجة وبعدا للقوم الظالمين. يا جندنا الخراسانيون المخلصون، الحمد لله
ولقد عجزوا عما قمتم به، فما شكروا الكافي. والله والله لا أكرم أحدا بإهانة نفسي، والله إن لم يقبلوا بالحق ليطلبنه ولن يجدوه عندي. والسعيد من يعظ بغيره. يا أهلنا، أنتم شيعتنا وأنتم أنصارنا وأنتم أهل دولتنا. والله والله الذي لا إله إلا هو ما بايعتم ولن تبيعوا من هو أخير منا. إن أهل بيتي من ولد علي بن أبي طالب قد تركناهم والخلافة، فلم نعرض لهم بقليل أو بكثير، فقام علي بن أبي طالب وحكم عليه الحكمان، فافترقت الملة واختلفت الكلمة، ثم وثب عليه أنصاره وثقاته وبطانته فقتلوه، وكذا صار إليه حال الحسن، وكذا حال الحسين بن علي، وأنتم أدرى بسيرته مع أهل الشقاق وأهل النفاق، وكذا حال زيد بن علي بن الحسين الذي أزدينا له النصح فأبى فكان ما كان وقتل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. هل ترغبون بأجير يعينكم على العمل في هذا البستان؟ سبحان الله، كنت أفكر بالذهاب إلى السوق لإحضار من يعينني على هذا البستان، فما اسمك؟ عبد الله، عبد الله بن عبد الرحمن. قل لي يا عبد الله، كم تطلب مني أجرا مقابل عملك في بستاني؟ واعلم إنك ستأتي منذ الصباح ولن تبرح البستان قبل مغيب الشمس. واعلم أيضا إن العمل في البستان إنما هو عمل هين تنعم فيه بظلال الأشجار ولا تعاني حر الشمس، فلا تطمع بأجر كثير. فقط قوت يومي ولا عمل في أوقات الصلاة. ها، ما رأيك؟ قوت يومك دفعة واحدة هذا كثير. اتق الله يا رجل ولا تطمع في عجوز مسكين مثلي. نصف قوتي إذن ولا أعمل في أوقات الصلاة. اتفقنا، هيا معي. هل أخبرتم الجميع؟ جميعهم أخبرناهم بيتا بيتا وفردا فردا، وهم جميعا يتوقون لمرور الأيام الثلاثة حتى يهبوا معنا ويساندون في هذا الأمر. 3 أيام تفصلنا عن الثورة، فأعدوا لها خير عداد ولا تنسوا شيئا. أريدكم أن تكونوا على أهبة الاستعداد، واعلموا أن خصمكم ليس بالخصم الهين. إن الله معكم. بإذن أمير المؤمنين. السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هيا يا عبد الله، خذ طعامك وكل سريعا حتى تعود إلى عملك. بسم الله الرحمن الرحيم. شاهدتك اليوم في صلاة الفجر وتبعتك إلى البيت، لكنك دخلت البيت وأغلقت الباب ولم تخرج إلى البستان حتى طلوع الشمس. كان اتفاقنا أن أعمل منذ الصباح وحتى المغيب. صحيح، لكن ما دمت تصلي الفجر وتعود إلى البيت فلما لا تعمل في البستان قبل شروق الشمس أيضا؟ بعد الفجر أقرأ كتاب الله حتى شروق الشمس. فهمت. تناول طعامك إذن. بخير، الجميع يدعون لك بالخير. البصرة تشهد هذه الأيام هدوءا ورخاء. ما زلت ترفض ولاية البصرة يا بني؟ إنه لشرف عظيم لي أن ألبي رغبة أمير المؤمنين، لكن ما يمنعني هو أنها كانت ولاية أبي، وأخشى أن يقال إن الخليفة ولاني البصرة بعد حديثة عمي عبد الله، وبخاصة أن أبي يقول مثل هذا المقال. ما أخبار عمي سليمان؟ بخير بخير، لكنه لم يرضى عني بعد. ليته لم يخفي عني عمي عبد الله، ليته لم يفعل. سمحه الله، قدم القرابة على مصلحة الأمة. إن ذلك من أحداث الماضي، فلا يكدر أمير المؤمنين نفسه بالحديث عنه. والحمد لله أن الأمور انتهت إلى ما انتهت إليه. الحمد لله. على كل حال، ما حدث قد حدث يا بني، اجلس. كنت يا أمير المؤمنين قد زرت شقيقي محمدا وجعفر قبل بضعة أيام، وقد أسرى لي بأمر لا أدري أصحيح هو أم لا. ما هو؟ كأنهما سمعا رجلا يقول أن إبراهيم بن عبد الله المحض في البصرة. وهذا الثوب البصري المطرز لا يصلح أن يكون إلا لزوجة الخليفة. ما لك يا أمي؟ لما كل هذا الحزن؟ هل حدث ما يكدر صفوك؟ أخبريني. لا شيء يا حبيبتي، لا شيء. أقسمت بالله عليك أن تخبريني. هل عاد أبي لفكرة الزواج؟ إذن لما كل هذا الحزن؟ أشتاق لمحمد، هذا كل ما في الأمر. أنا لم أتعود على غيابه عني كل هذا الوقت، ثم إنه لا يقوى على ما أرسله له أبوه من أهوال خراسان وفتنها. سامحك الله يا أمي، أما زلت تحسبين محمدا صغيرا؟ إنه قائد الجيوش الخليفة في الخراسان، ألا يفرحك هذا؟ بلى، ولكنني أراه صغيرا. نرسل الجيوش إلى البصرة، وإن كان الخبر صحيحا كان ذلك في صالحنا، وإن كان خاطئا نكون في الأمان. أبا أيوب. مولاي. ائتني بعيسى بن موسى في الحال. أمر.
اذهب أنت يا بايوب وسأتبعك. تعال يا عيسى، تذهب الليلة إلى البصرة. أريدك أن تتأكد بعينيك وتسمع بأذنيك، ولا تبرحها حتى تتأكد من أن إبراهيم بن عبد الله المحط لا ينام ولا ترى بها أو يلتحق زمانها. وإن صدق الخبر وكان مختفيا هناك، أريدك أن تأتي به. اتني به يا عيسى وسيكون لك عندي شأن عظيم، فقط اتني به. أمرك مطاع يا أمير المؤمنين. سأذهب الآن إلى البصرة ولن أغادرها إلا ومعي الخبر اليقين إن شاء الله. أمير المؤمنين، ما وراءك يا رجل؟ تكلم. ليش العباسيين يزحفوا إلى البصرة بجيش قوامه 15,000؟ يلزمه بضع ساعات حتى يصل. هم القائدهم عيسى بن موسى ولي عهد خليفتهم. يبدو أن أخبارنا نقلت إلى أبي جعفر. كيف؟ ونحن نجتمعوا حتى تنام البصرة ولا نفارقهم منازلنا. كيف؟ كان سيعلم بأمرنا عاجلا أم آجلا، فما رأي أمير المؤمنين؟ كم أصبح عدد رجالنا؟ 250 رجلا، وستضاعف العدد إن خرجنا. فقد وعدنا بعض وجهاء القبائل بأن ينضموا إلينا إذا ما بدأنا، والجميع ينتظر خروجنا حتى يتبعنا. هل أنت واثق؟ ماذا تعني؟ هل أنت واثق من وزارتهم لنا؟ إذا ما خرجنا هل سيتبعوننا؟ هذا ما تعهدوا به ونطقت به ألسنتهم. ألسنتهم؟ الألسن لا تنقل دائما ما يختلج القلب. لقد تجهزوا بالسلاح استعدادا لخروجنا، وكذلك الأمويون المختبئون. أرى أن ننتظر قدوم الجيش العباسي ورحيله. إذا كان الأمر كذلك فيجب علينا أن نحسن الاختباء، فلا نخرج من منازلنا حتى يخرجوا. خذوا حذركم، فلم يرسل أبو جعفر ولي عهده على رأس جيوشه عابثا. خذوا حذركم جيدا. أمر أمير المؤمنين عن إذن أميرنا. مولاي، المسيب ومعه وجوه من أهل الموصل يطلبون المثول بين أيديكم. أهل الموصل؟ إذن لهم يا بايوب. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك يا مسيب، ما وراءك؟ كنا قد أخذنا على وجوه أهل الموصل ميثاقا غليظا بعدم إيواء الخوارج وزعمائهم. أجل أذكر هذا، وقلنا في الميثاق إن سفك دمائهم محل لنا إنهم عادوا إلى إخفاء الخوارج في بيوتهم. فالعدو عادوا. البارحة كنا نراقب حسان الهمداني أكبر زعماء الخوارج، ورأيناه يدخل إلى بيت هذا الرجل، وانتظرناه طويلا ولم يخرج إلا إلى الصباح، وقد أعانوه على تبديل هيئته وتغيير شكله.
لقد خانوا العهود يا مولاي ولم تمنحهم المواثيق. كفى يا مصير، قد أحللنا سفك دمائهم. خذوا. على رسلك يا مولاي، على رسلك. لم يأذن لك أمير المؤمنين. لا بأس يا أفضل، دعوه يتحدث. إنكم لا تستندون إلى كتاب الله وسنة نبيه بقتلنا. كيف تقول هذا يا رجل وقد أخذنا عليكم الميثاق؟ هل أجبرتم على هذا؟ لا يا مولاي. كل الفقهاء يحلون دمكم الآن. حتى أبي حنيفة؟ حتى أبو حنيفة. أرسل إليه يا أمير المؤمنين، فإن ما شاك على هذا الرأي فقد حل سفك دمنا. أهلا بمولاي ولي العهد. أي رياح طيبة أحضرت مولاي ولي العهد إلى البصرة؟ تعلم سبب قدومي بالجيش يا سفيان؟ علمت يا مولاي واستغربت. استغربت؟ لماذا؟ أفصح. تشهد البصرة فترة من الرخاء والهدوء، وأهلها منشغلون بتجارة البحر، فليس لهم في أمور الخلافة أو الثورات كأهل الكوفة والموصل. فأهل البصرة بعض من قبائل قريش وبجيلة وخثعم وأسد، وهم يعادون العلويين منذ القدم، فكيف يقوم بينهم إبراهيم بن عبد الله فيأونه ويساندون دعوته؟ وفيهم أيضا مضر وربيعة وعبد القيس. هذا صحيح، لكن عيوني المنتشرة على تلك القبائل التي ذكرت لم تجلب لي ما يستحق الذكر. بعض من المشاغبين هنا وهناك أو مجانين في أزقة يتحدثون عن أبناء المحض. صدقت يا سفيان، فقد تجولت في البصرة ولم ألحظ شيئا. تفضل يا سيدي، تفضل. لا يجوز. حكى يا أبا حنيفة، كتبوا على أنفسهم. لا يحق لك الفتك بأهل الموصل، فإنهم بإباحتهم أرواحهم إنما أباحوا ما لا يملكون. هب أن امرأة وهبت نفسها بدون عقد زواج، أتحل لمن وهبته نفسها؟ لا. هكذا دماء أهل الموصل لا تحل لك. هيا أمر مولاي، هيا هيا. اسمع يا أبا حنيفة، قد أتاك الله من علم ما لم يؤت غيرك، فلما لا تري القضاء عندنا يا أبا حنيفة، وأنت عالم الدنيا كما يسميك الناس، وقد أخذت علمك عن أصحاب عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس. فاتق الله يا أبا حنيفة، ولا تدع أمانتك إلا بمن يخاف الله. والله ما أنا بمأمون الرضا، فكيف أكون مأمون الغضب؟ ولو أني كنت قاضيا واتجه الحكم عليك ثم هددتني بإغراقي بالفرات أو أن أحكم لك،
لاخترت الغرق. يا أبا جعفر، إن لك حاشية يحتاجون من يكرمهم لك، فلا أصلح لذلك. كذبت. أها، قد حكمت علي بنفسك، فكيف ترى أن تولي أمانتك قاضيا وهو كذاب؟ قد سكت عنك يا أبا حنيفة وطال سكوتي، على علمي بمساندتك للشيعة العلويين علينا، وقد زاد علي في ذلك. تولى القضاء عندي يا أبا حنيفة. فليعفني أمير المؤمنين. حتى ترفض أمر الخليفة بتولي القضاء؟ ما الذي تريده؟ أنا لا أحمل لنا الخليفة وسعة صدره، وقد ضيقت صدري على ضيقه. إني أخيرك بين أمرين، إما أن تلي القضاء أو أزجك في غياهب السجن. وهل يعلم الخليفة بما تقول؟ لا شأن لك في هذا، أجب عن سؤالي فقط. أمهلني بعض الوقت حتى أوزع أمانات الناس، وبعد ذلك أدخل في حبسك. رافقوه إلى حيث يريد ثم أعدوه إليه. هيا هيا.